تشييع رسمي وشعبي في المخا للشهيدين الزبيدي والصوتي من المقاومة الوطنية. مدينة الخوخة صفعة للميليشيا ومفتاح تحرير الساحل الغربي الذي أعاقه اتفاق السويد. نصرع عناصر حوثية في نهم بينهم قيادات والميليشيا تواصل الدفع بالمزيد من المغرر بهم. الثامنة والنصف بتوقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. في موكب رسمي وشعبي شيعت المقاومة الوطنية بطلين من أبطالها حراس الجمهورية ارتقيا شهيدين بجبهة الساحل الغربي في معركة الشعب المقدسة والمفتوحة لبتر الذراع الإيرانية واستعادة الدولة. وجرت للشهيدين الرائد نجم الدين الزبيدي ونبيل صالح علي الصوتي مراسم عسكرية، ولف جثمانهما بالعلم الوطني تقديرا لأدوارهما البطولية التي اجترحاها في الدفاع عن الشعب واستعادة دولته من قبضة الميليشيا الحوثية الذراع الإيرانية. وسار موكب التشييع المهيب وسط مدينة المخا يتقدمه عدد من ضباط ألوية حراس الجمهورية ورؤساء شعب المقاومة الوطنية وجمع من المواطنين وزملاء وأقارب الشهيدين وصولا إلى مقبرة الشهداء حيث ووري جثمانهما الطاهران الثرى. وأكد المشيعون السير على درب الشهيدين وكل شهداء الجمهورية حتى تحقيق النصر المؤزر وتخليص الوطن من شرور عصابة الحوثي الإجرامية. اليوم نشيع الشهداء الأبطال الرائد نجم الدين الزبيدي ورفاقه، وصلنا إلى هذا المكان لنشيعهم شهداء الثورة، شهداء الجمهورية، شهداء الوطن، شهداء الثورة الثالثة، ثورة الثاني من ديسمبر. أقسم بالله العظيم وشرفي وشرف القوات المسلحة اليمنية أنني على دربهم سائرون، وأن الشهادة أو النصر. استشهدوا في مواقع العز والشرف وهما يدافعوا عن الجمهورية اليمنية ضد الكانوت الحوثي، وقد نالوا الشهادة، ونعاهد الشهداء الأبطال أننا على دربهم ماضون حتى دحر هذه الميليشيات وحتى تطهير البلاد كاملة من هذه الميليشيات الرجسة الإيرانية الذي أهلكت الحرث والنفط. نعزي أنفسنا ونعزي المقاومة الوطنية الشهداء الذي استشهدوا في المدارس الأمامية وأخذوا المعارك البطولية، ورحم الله عليهم، وسوف أن نقدم قوافل من الشهداء في سبيل الله ثم الوطن ثم لقائد المقاومة الوطنية العميد الرفق طارق محمد عبد الله صالح. أولا نعزي أنفسنا ونعزي أسرة الشهداء بما أصابهم الجلال، ونقول لهم ونقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله. ونجدد العهد شهداءنا الأبرار، ونقول لهم ونقسم بدماء شهداءنا الأبرار، فقسما بدماء شهداءنا الأبرار ما راحت دماءهم هدر، وإننا على عهدهم لسائرون، والنصر حليفنا ما دمنا على الحق ظاهرين، ما دام والله معنا وما دامت أرواحنا في أجسامنا وما دامت ألسنتنا تلهق بذكر الله، فقسما أن لن يعود زمن تقبيل الأقدام، والنصر حليفنا بإذن الله، ومن نصرا إلى نصر دمتم، ودام شعبنا وقيادتنا وقائدنا بألف خير، وليكون شعارنا دائما وأبدا: بالروح بالدم نهديك يا يمن، بالروح بالدم نهديك يا يمن، بالروح بالدم نهديك يا يمن. كانت الخوخة منطلقا لتحرير الساحل الغربي، ففي ديسمبر من العام 2017 كتب لهذه المدينة الساحلية أن تتخلص من الميليشيا الحوثية، وأجمعت بعد ذلك القوات المشتركة جعلها عاصمة مؤقتة لمحافظة الحديدة. يتذكر الحوثي جيدا يوم 7 و8 من ديسمبر من العام 2017 حين خسرت ميليشياته الخوخة،
وهي أهم محامية في الساحل الغربي بعد المخا. معركة خاضتها السواعد السمراء التهامية صاحبة الأرض والأحق بترابها ورملها وسواحلها، وكان تحرير الخوخة أهم منطلق ومفتاح لتحرير الساحل الغربي بشكل عام، فهي الطريق السالك صوب التحيتة وبيت الفقيه والفازة وصولا إلى قازة الدريهمي وانتهاء بكورنيش مدينة الحديدة. وكان للأبطال ما طلبوه من حرية بعزم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذه هي مشاهد للشارع التهامي في مدينة الخوخة الساحلية، تحتفل بالنصر المؤزر والباكورة الحقيقية لانطلاق معركة الخلاص الوطني والتهامي الأصيل. الخوخة ما تزال عنوان التحرير والعاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة، والتي تنتظر بفارغ الصبر تحرير المدينة لأن تعود مقصدا سياحيا بعيدا عن حقول الألغام وتحويل الخوخة إلى مدينة موت بفعل الصواريخ والمسيرات الحوثية التي ما تزال تستهدف النازحين فيها بشكل متواصل. ما تزال الخوخة أيضا تنتظر السلام بنصر مؤزر يؤمن كافة الطرق الواصلة إليها بعيدا عن ألغام الحوثي الذي يزرعها على جنبات الطرق الرابطة لها بالمديريات الأخرى. وما تزال الخوخة أيضا في عرس تحريرها الثالث عنوانا لعودة مؤسسات الدولة، بدءا بالقبضة الأمنية التي تحمل الأمن العام والمركزي تأمينها وسلامة سكانها وخيم النازحين فيها. عادت الحياة إلى طبيعتها في هذه المدينة المحررة، وتم انتشالها من بين أنياب الحوثي بسواعد التهاميين وبمساندة عسكرية من الإمارات العربية المتحدة التي لم تبخل هي الأخرى بالإغاثة وتطبيع الحياة، ليكون الساحل الغربي أيقونة تحرير حقيقية وشكلا مشرفا لاستعادة الدولة والخلاص من الميليشيات. وما تزال الخوخة في نسخة تحريرها الثالثة تقول بأن الساحل الغربي بحاجة إلى تحرك عسكري وإذن من أصحاب الإرادة الشعبية للانتقال من فضاء اللعب بالسياسة وأجندة التحرير إلى واقع تحرير حقيقي يغير شكل المعادلة المحلية ويوقف العبث الأممي الذي لم يفرض إلى اليوم سلاما ولم يوقف حربا. قطاع التعليم من المجالات الحيوية التي أعيد بث الحياة فيه خلال 3 سنوات بعد تحرير الخوخة، حيث تم ترميم وإعادة تأهيل المدارس التي حولتها الميليشيا الحوثية إلى ثكنات لعناصرها. في الذكرى الثالثة لتحريرها تشهد الخوخة نموا وتوسعا عمرانيا، كما تشهد مدارسها كثافة طلابية بعد أن عانت من عبث الميليشيات خلال سنوات ما قبل التحرير، بعد أن حولتها إلى ثكنات عسكرية لعناصرها. 3 سنوات من استئناف العملية التعليمية جرى خلالها ترميم وإعادة تأهيل لعشر مدارس وبناء فصول إضافية لبعضها لاستيعاب جزء من الكثافة الطلابية التي تشهدها. الحمد لله على التعليم منذ 3 سنوات، وكل سنة والحمد لله يتزايد كثافة طلابية تتزايد ويزداد الطلبة بعد أن تم ترميم المدارس التي دمرت وبعد الانقطاع لفترة طويلة من التعليم. الحمد لله الآن أجيالنا وأطفالنا منذ 3 سنين يعيشون التعليم. نتيجة لما تعرض له قطاع التعليم من تدمير ممنهج من قبل الميليشيات إلا أنه تعافى خلال السنوات الثلاث عقب دحرها، ونتيجة الإقبال الطلابي الكبير فإن التحديات لا زالت قائمة، ومنها نقص الكادر التعليمي والبنية التحتية التي يمكن لها أن تلبي طموحات جيل المستقبل. كان التعليم قبل تحرير الخوخة متوقف تماما، وكان الجهل يخيم على المنطقة بشكل عام، والآن والحمد لله في نهضة تعليمية، ولكن هناك ينقص الشيء الكثير لاكتمال العملية التعليمية. لذلك نطالب الجهات المختصة بتوفير رواتب ومطلبات المدرسين المتطوعين، كذلك توفير مدارس وفصول وتوسعة ومعامل نظرا للكثافة الطلابية التي تعانيه هذه العملية التعليمية. تعمل الجهات ذات العلاقة جنبا إلى جنب مع القوات المشتركة على مواصلة تطبيع العملية التعليمية والتربوية ومعالجة الأضرار الناجمة عن سيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة وتدميرها الممنهج لقطاع التعليم. نحن الآن لا نمر بالسنة الثالثة التعليمية بمديرية الخوخة، وما حصل لها من تدخلات وتطبيق للعملية التعليمية. التدخل الأول كان من قبل الهلال
الأحمر الإماراتي، حيث قام بصيانة وترميم عدد من المدارس لتطبيق العملية التعليمية على مدار 3 سنوات. ونحن الآن نأمل من الجهات ذات الاختصاص ومن بعض المنظمات من ضرورة التدخل في الجانب التعليمي بإضافة فصول دراسية. كذلك يوجد لدينا عجز كبير في الكادر التعليمي، وفي مجموعة من الكوادر تعمل متبرئة أي متطوعة بدون أي مقابل إلى هذه اللحظة. نأمل من الجهات النظر إليهم بعين الاعتبار بمنحهم حافز حتى تستمر العملية التعليمية ولا يحصل لها أي تأثير. من محافظة الحديدة شرف الشمري، اليمن اليوم. وفي الدرهمي واصل المواطنون أنشطتهم الحياتية رغم محاولات الميليشيا الحوثية تعكير صفو الحياة واستهداف المناطق السكنية بين الحين والآخر، إلا أن يقظة القوات المشتركة لها بالمرصاد وباتت لغة الحياة فيها تتغلب على لغة الموت. تطبيع الحياة وعودتها إلى طبيعتها بعد دحر فلول الظلام الكهنوتية من المناطق التي جثمت على صدور أبنائها طيلة الأعوام الماضية وحولت مناطقهم إلى جحيم أثناء سيطرتها. فعودة الحياة إلى طبيعتها وتثبيت الأمن والاستقرار والحياة المتساوية ورفع الظلم والاستبداد والحفاظ على كرامة وشرف المواطن والممتلكات من أهم الأهداف التي خرج من أجلها أبطال القوات المشتركة، حيث أصبحت الأسواق في الدريهمي قبلة لكل المتسوقين، وفتحت المحال التجارية وشركات الصرافة أبوابها وغيرها من الخدمات التي تهم المواطن البسيط، وجلب المواشي من المناطق الريفية إلى السوق حركة تجارية غير مسبوقة تشهدها الدريهمي، حيث أكد عدد من المتسوقين من أبناء الدريهمي إن هذه المناطق أثناء سيطرة ميليشيات الإرهاب والدمار كانت خالية من المواطنين، وجعلتها الميليشيات الإرهابية معسكرات تدريب وترهيب، شاكرين رجال القوات المسلحة البواسل بمختلف تشكيلاتهم على تطهير مناطقهم وإعادة الحياة إلى طبيعتها وتثبيت الأمن والاستقرار. وصلنا إلى سوق طائف وهو محرر العام، والحمد لله الأمور طبيعية كما ترون، والأسواق شغالة والأماكن كلها الحمد لله طبيعية تمام، والحياة عادت إلى ما كانت عليه سابقا. هذا بفضل الله وبفضل الأخوة المجاهدين والمرابطين في جبهات الشرف والكرامة من عمالقة وزرانيق وتهامة وحراس جمهورية، ولذلك نطالب التحالف بالتقدم وتحرير ما تبقى من محافظة الحديدة. الحمد لله العادة الطبيعة كما كانت من أول من زمان بفضل الله تعالى، والحمد لله نشكر المقاومة الوطنية بتعاونها مع المواطنين، والحمد لله عادة الطبيعة زي ما أول من زمان. بوجود الأمن والاستقرار تحل التنمية وتعود الحياة إلى طبيعتها. الحمد لله دريمي المدينة عادت إلى طبيعتها، ونشكر ألوية العمالقة وألوية الزرانيق وحراس الجمهورية وألوية تهامة وآد جهنم وهيثم بري والكل، والحمد لله كما تشاهدون الوضع آمن وهادئ في السوق وفي المدينة، والحمد لله إنهم إن شاء الله سيتقدمون وكل ما تقدموا بيكون آمن وأحسن. قبل انتفاضة 2 ديسمبر كانت هذه الأسواق خالية عن الحياة في ظل وجود ميليشيات الكهنوت والإجرام، وبعد الانتفاضة عادت الحياة إلى طبيعتها بفضل الله وسواعد أبطال المقاومة المشتركة بمختلف تشكيلاتها. من أحد الأسواق التجارية هنا في مديرية الدريهمي، عبد الوهاب نمران، محافظة الحديدة. لقي عدد من عناصر الميليشيا الحوثية مصرعهم، بينهم قيادي في جبهة نهم شرقي صنعاء. مصدر عسكري أكد أن معارك عنيفة دارت في جبهة الجفرة شرق محافظة صنعاء وأسفرت عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات، وأضاف أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت سيارة قيادي تابع للميليشيا الحوثية
وأسفر الاستهداف عن إحراق السيارة ومصرع القيادي الحوثي وثلاثة من مرافقيه في الجبهة ذاتها. وخلال الأشهر الأخيرة زادت المعارك حدة بين القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى في نهم ومارب والجوف وصعدة وتعز. وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية الدفع بعناصرها المغرر بهم من صغار السن إلى محارق الموت في جبهات مارب، حيث يكون مصيرهم في الشعاب والوديان، آخرها ما حدث لهم في الجدعان. وجو نزحوا العباد المساكين والعجيز والشيبان من بيوتهم، وهذا مصيرهم، ولن يواجهوا منا الا مثل كذا وافضل منهم. يواصل مشروع مسام لنزع الألغام إلى جانب البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة نزع وإبطال مفعول الألغام والعبوات الناسفة التي ملأت بها ميليشيا الحوثي المناطق التي وصلت إليها. تواصل الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام في اليمن جنبا إلى جنب مع البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة نزع كميات جديدة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي كانت ميليشيا الحوثية الإرهابية قد فخخت بها الأرض في العديد من المناطق التي وصلت إليها. وقالت غرفة عمليات مشروع مسام في بيان نشره مكتبها الإعلامي إن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 1630 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. وأوضحت غرفة العمليات إن الفرق الهندسية الميدانية نزعت الأسبوع الماضي 1422 ذخيرة غير منفجرة وست عبوات ناسفة، بالإضافة إلى أنها نزعت أيضا خلال الأسبوع ذاته 187 لغما مضادا للدبابات و15 لغما مضادا للأفراد. ولا تتوقف الميليشيات الحوثية عن زراعة الألغام في مناطق سيطرتها وخطوط التماس لاستهداف المدنيين حتى وصفت هذه الأرض الملغمة بحدائق للموتى. وبحسب خبراء عسكريين فإن عدد الألغام التي زرعها الحوثيين تتجاوز المليون لغمة، حيث تواصل ميليشيات زرع الألغام كل يوم وتفخيخ السهول والهضاب والوديان بالألغام لإزهاق أرواح المدنيين العزل وتعريض ممتلكاتهم للخطر. وزرعت الميليشيات الإرهابية مئات الآلاف من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في الأحياء السكنية والطرق العامة في مختلف المناطق اليمنية التي اجتاحتها، إذ تشكل زراعة هذه الألغام عائقا كبيرا أمام عودة المواطنين إلى مناطقهم المحررة وكذا تنقلاتهم وأسرهم في حال العودة إلى ديارهم. تواصل فروع المؤتمر الشعبي العام إحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة الثاني من ديسمبر واستشهاد الزعيم ورفيقه الأمين، حيث نظم فرع المؤتمر بروسيا حفلا بالمناسبة أكد خلاله استمرار الانتفاضة والمضي في استكمال وصايا الزعيم العشر. مؤتمريون من مختلف المدن في روسيا الاتحادية تجمعوا إلى هذا المكان لإحياء الذكرى الثالثة الانتفاضة الثاني من ديسمبر التي فجرها الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح ورفيق دربه الأمين عارف عوض الزوكا وكل الشهداء الأبرار الذين رفضوا الممارسات الحوثية التي جاءت بثوب إمامي جديد يحاول تغييب الجمهورية والديمقراطية والمساواة التي تنفسها اليمنيون منذ الستينات وسعت إلى استبدالها بالوصاية الخارجية وولاية الفقيه. هؤلاء الأبطال هي الشرارة الأولى وذلك التي ضحوا بأنفسهم في ثورة الثاني من ديسمبر من العام 2017 والذي أرادوا أن يخلصوا اليمنيين من الظلم والطغيان والكهنوت والجوع والفقر الذي يحاول الأئمة الجدد وبثورة الجمهورية إعادة اليمنيين إلى الوراء مرة أخرى. الشهيد علي عبد الله صالح، نحن كشعب فلسطيني نحترمه ونقول له كل الاحترام لأنه في جميع المحافل الدولية كان ينطق بصوت وباسم فلسطين.
المهرجان الخضابي حضره كوكبة من شباب المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وعدد من أبناء الجالية العربية والصديقة لإحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة الثاني من ديسمبر وما شكلته من علامة فارقة غيرت مجرى الأحداث التي تمر بها اليمن جراء سيطرة الميليشيا الحوثية. وكان للأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام فائق السيد مداخلة هاتفية شاركت بها الحفل مرحبة بكل الحاضرين من مختلف المدن الروسية. أتوجه إليكم بكلمتي هذه الأخوة في فرع المؤتمر الشعبي العام في روسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة، الأخوة العرب، فلسطين، سوريا، العراق، السودان، كافة الأقطار العربية الشقيقة التي هي حاضرة في هذا المهرجان. الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام أبو بكر القربي بدوره عبر عن أهمية الانتفاضة التي أعلنها الزعيم حتى لقي ربه شهيدا وبجانبه رفيقه الأمين عارف عوض الزوكا، مؤكدا على مواصلة سير المؤتمر الشعبي العام على ذات النهج لاستكمال مسؤوليته الوطنية في تخليص الوطن من كهنوت العصر. هذه المناسبة التي نشعر فيها بالأسى والحزن على فقدان قائدين عظيمين للوطن وللمؤتمر الشعبي العام، علينا أن لا نجعل من الأسى أو أن نجعل له مجالا لأن ينسينا مسؤوليتنا الوطنية كمؤتمريين لإنقاذ اليمن. قيادات مؤتمرية أيضا كان لها حضور في الحفل الخضابي مؤكدة أن شهداء انتفاضة الثاني من ديسمبر قدموا أرواحهم وضحوا بها من أجل أن تستمر الديمقراطية والحرية والمساواة التي تنفسها اليمنيون كأبرز ثمار ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وأنها تمثل امتدادا لهما وتواصلا للنضالات الوطنية في سبيل استعادة اليمن من قبضة الإماميين الجدد. من أجل الثورة والجمهورية والحرية والديمقراطية والوحدة، وقدم من التضحيات ما لا يحصى، أما الإنجازات التنموية والخدمية والسياسية وتحقيق الوحدة اليمنية فذلك لا يستطيع جاحد أو جاهل أن يجاهد إنكاره وسيظل خالدا مدى الدهر. الزعيم الكائن الشهيد علي عبد الله صالح والشهيد الأمين الوفيق عارف عبد الزكا رحم شهداء الجمهورية ومن بعدهم. الثاني من ديسمبر الذي قالها الزعيم علي عبد الله صالح هو أرادها ثورة شعبية لكي يخلص الشعب اليمني من هذه الميليشيات ومن طغيانها. الجمهورية والحفاظ على مكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، تلك إرادة انتفاضة الثاني من ديسمبر وهوية شهدائها العظماء وفي ذكراها الثالثة، يؤكد اليمنيون في الداخل والخارج أنهم على درب أحرار ديسمبر سائرون وماضون في سبيل تطهير كل شبر من ميليشيا الحوثي التي لن تدوم طويلا بيقظة الرجال المرابطين في جبهات العزة والكرامة. ضبطت القيادة المركزية للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط شحنة مخدرات على متن قارب مجهول الهوية في بحر العرب. القيادة المركزية قالت في بيان تمكنت المدمرة الأمريكية USS رالف جونسون DDJ-114 من اعتراض وحجز شحنة مخدرات مشبوهة يفوق وزنها 900 كيلوغرام. وأضاف البيان كانت الشحنة على متن قارب شراعي مجهول الهوية يبحر في المياه الدولية ببحر العرب يوم الرابع من ديسمبر. وسبق وضبطت البحرية الأمريكية شحنات أسلحة قادمة من إيران على متن قوارب في بحر العرب قبالة سواحل محافظة المهرة اليمنية أثناء محاولة تهريبها إلى ميليشيا الحوثي ذراع إيران في اليمن. وينشط مهربو المخدرات في سواحل اليمن الشرقية حيث يتم ضبط بين الحين والآخر شحنات قادمة من إيران وأفغانستان والتي تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الست الماضية.
وبالعودة إلى محافظة مأرب ينضم إلينا عمار زعبل، مرحبا بك. فقدنا الاتصال. كشفت أجزاء الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية صوب الأعيان المدنية والعسكرية وكذا التحقيقات مع الخلية التجسسية التي زرعها الحوثيون في مأرب أن تلك الأسلحة الفتاكة يتم تهريبها من إيران كقطع وتصنع في صنعاء على أيدي خبراء في الحرس الثوري وحزب الله اللبناني، ما يعني تدخل طهران السافر في الشأن اليمني. لم يعد خافيا التدخل الإيراني في اليمن، حيث بات مكشوفا للعلن سياسيا وإعلاميا وعسكريا، ففضلا عن الدعم السياسي لذراعها العسكري المتمثل بميليشيا الحوثي، فإن بقايا الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها سواء خارج الحدود أو في الداخل اليمني والتي كان آخرها في محافظة مأرب تكشف أن تلك الأسلحة الفتاكة هربت إلى اليمن على شكل قطع ليتم تجميعها في صنعاء عبر خبراء إيرانيين ومن حزب الله اللبناني. ورغم تباهي الميليشيات بالقدرة الصاروخية التي تمتلكها وتصنعها، إلا أنها تحاول تغطية الشمس بغربال، حيث كشف خبراء عسكريون أن الصواريخ التي تطلقها تجاه الأعيان العسكرية والمدنية بمحافظة مأرب إيرانية الصنع، وذلك بعد فحص أجزاء منها. وكانت الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية تمكنت في وقت سابق من رصد وتعقب خلية وإلقاء القبض على عدد من عناصرها في محافظة مأرب، وعرضت تحقيقات صادمة لها في تسجيلات صوتية أطلق عليها خيوط العمالة. تلك التحقيقات كشفت عن تجنيد رئيس ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابع للميليشيات الحوثية عبد الحكيم الخيواني وثلاثة ضباط آخرين من الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، الخلية التجسسية والإشراف على القوة الصاروخية بهدف استهداف القيادات العسكرية والأمنية والحزبية. ثخان أشكال بيض جثث. قال لي ذولك واحد اثنين ايراني واحد اثنين عراقيين واحد ايراني. وكانت الحكومة اليمنية طالبت المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليات في إدانة التدخلات الإيرانية باليمن ووضع حد لتمادي النظام الملاري ووقف السياسات التدميرية الأمن والسلم الإقليمي والدولي وخطوط الملاحة الدولية وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن اعترافات مسؤول الخلية الحوثية تؤكد أن الدور الإيراني في دعم الحوثيين لم يقتصر على تهريب الأسلحة والصواريخ البالستية والتكنولوجيا العسكرية، بل امتد ليشمل التنفيذ الميداني للهجمات الصاروخية التي تستهدف الأعيان المدنية والعسكرية. مراقبون ومحللون أكدوا أن ما ورد في فيلم خيوط العمالة سبق التحذير منه مرارا استنادا إلى وقائع سير المعارك على الأرض والمعلومات التي يتم رصدها من خلال شق الصف الجمهورية وزرع خلايا نائما متهمين قيادات عسكرية متورطة مع الخلية التجسسية بهدف رصد تحركات القيادات العسكرية والأمنية ورفع الأحداثيات لاستهدافها وتصفيتها خدمة للمشروع الحوثي التوسعي الذي ينفذ أجندة طهران في اليمن. مستمرة النشرة وفيها بعد الفاصل. استمرار مسلسل النزوح والهجرة القسرية في اليمن نتيجة الحرب والأوضاع المعيشية المتردية. في أزمة خطيرة قام بها عناصر من أنصار الله. أولا اقتحام دور العبادات وهو مسجد الصالح بدون أي وجه حق، ثم تليها اقتحام عدد من المنازل للقيادات السياسية للمؤتمر الشعبي العام وبعض الضباط من القوات المسلحة والحرس الخاص. تحرك الشارع اليمني وتحرك الشعب في العاصمة صنعاء وفي كل المحافظات وفي كل المديريات بانتفاضة ضد هذا العدوان السابق. تحية لك أيها الشعب، تحية لك أيها الشعب، وداعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عشرات الأسر اليمنية تجد نفسها مجبرة أمام النزوح والهجرة القسرية، فقد أكدت الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 200 أسرة خلال أسبوع كنتاج للحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ولم تدع للمدنيين أي مجال للعيش آمنين في مساكنهم وقراهم. في بلد انهكته الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية التي لم تدع متنفسا للمواطنين البسطاء للعيش الكريم، لتجد عشرات الأسر نفسها مجبرة على النزوح هربا من عبث الحرب وأزيز الرصاص الذي يهدد أرواحهم ويلاحقهم أينما كانوا وحيثما حلوا. فالتقارير الدولية تؤكد نزوح أعداد كبيرة من اليمنيين خلال الأسبوع الماضي في محافظات عدة. منظمة الهجرة الدولية رصدت في تقرير حديث لها نزوح 204 أسر خلال أسبوع واحد، معظمها نزحت إلى محافظتي مأرب وتعز، وأكدت في تحديثها الشهري أنه بين 29 من نوفمبر والخامس من ديسمبر الجاري رصدت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة في اليمن 204 أسر عدد أفرادها 1224 نسمة نزحت مرة واحدة على الأقل. وبحسب المنظمة فقد تم رصد الأسر النازحة في محافظات تعز بواقع 74 أسرة، ومأرب بواقع 74 أسرة، والضالع بواقع 26، ونتج معظم النزوح عن زيادة الصراع في محافظات مأرب وتعز والحديدة والضالع واشتداد المواجهات التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين. المنظمة أشارت إلى أنه منذ مطلع العام 2020 وحتى الخامس من ديسمبر الجاري تعرضت 27,930 أسرة تمثل 167,580 فردا للنزوح مرة واحدة على الأقل، ولا زالت عشرات الأسر تفر بشكل يومي للنجاة بأرواحها من الموت الذي تفرضه عليهم واقع الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وأتت على كل شيء. بحث مدير عام مديرية حيس مطهر سعيد القاضي اليوم الثلاثاء أثناء لقائه مدير المنظمة الدنماركية DRC أرتشل بيترسون احتياجات المديرية في مجال المياه والإيواء والغذاء، نظرا لما يعانيه السكان من نقص لهذه الاحتياجات التي تخص النازحين والمجتمع المضيف في المديرية. وفي اللقاء أكد الوفد أنه سيتم تقييم الوضع الإنساني خلال الأيام القليلة القادمة من خلال فريقه الميداني بالتنسيق مع السلطة المحلية وفقا للنقاط المحددة والمتفق عليها مبدئيا. وعقب اللقاء زار الوفد عددا من المواقع للنازحين والمدينة، وتم اللقاء بعدد منهم والاستماع إلى همومهم واحتياجاتهم. توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس باردا إلى شديد البرودة على المرتفعات الجبلية إلى باردة نسبيا على الصحاري والهضاب الداخلية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر. وشملت المحافظات المعرضة لأجواء شديدة البرودة صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والضالع، والمناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين وشبوة. وتوقع المركز في نشرته التحذيرية اشتداد البرودة أكثر وتكون الصقيع خلال الأيام القليلة القادمة. ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة، كما حذر المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مصالح أو محاصيلهم الزراعية، وكذلك رعاة المواشي والنحل حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة. جددت مصر تمسكها بضرورة إبرام اتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة، بينما طالب السودان بتغيير آلية التفاوض وطرح السودان رؤيته التي تتلخص في التخلي عن الطريقة السابقة غير المنتجة في التفاوض وتغييرها بمناهج أخرى أكثر فعالية. عزت الخرطوم قرارها بعدم المشاركة في مفاوضات السبت إلى الطريقة غير المجدية التي تبعت في الجولة السابقة في مفاوضات سد النهضة، وعدم حدوث أي تقارب في جولات التفاوض الأخيرة حول سد النهضة التي جمعت بين مصر وأثيوبيا والسودان.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد أن السد في أثيوبيا يؤثر على بلاده بشكل مباشر، مضيفا أنه لا يمكن تشغيل السد بأمان دون التوصل لاتفاق في القريب العاجل. وبالرغم من أن الخرطوم والقاهرة تؤمنان بأن الحل يكمن في الدبلوماسية وتقديم التنازلات من جميع الأطراف بما فيها أثيوبيا التي تتصرف بشكل أحادي يثير قلق المجتمع الدولي، إلا أن قرار السودان يأتي تأكيدا لمواقفه السابقة التي دعا فيها لإشراك الخبراء الأفارقة كميسرين للمفاوضات. من جهة أخرى، جددت مصر خلال المفاوضات تمسكها بضرورة إبرام اتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة، فيما طلب السودان بتغيير آلية التفاوض وطرح رؤيته التي تترخص في التخلي عن الطريقة السابقة غير المجدية في التفاوض وتغييرها بأساليب أكثر فعالية من خلال منح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في تسهيل التوصل لتكسير الهوة بين الأطراف الثلاثة وتقريب وجهات النظر بينها، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الري السودانية التي أكدت أهمية استئناف التفاوض من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مدار الأشهر الماضية، معربة عن تطلعها للمشاركة في الجولة المقبلة للمفاوضات التي تقرر أن تعقد خلال الأيام القليلة القادمة. يشار إلى أن السودان كان قد أكد تمسكه بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي كوسيلة للتوصل لاتفاق ملزم يرضي جميع الأطراف وفق منهجية جديدة تمنح دورا أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهة النظر بين الدول الثلاث. تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم حاجز 68 مليونا في وقت يشهد العالم موجة جديدة من الوباء. وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد-19 تجاوز 68 مليونا و216 ألفا، فيما بلغت الوفيات 1,556,000 ألفا، وتجاوز من تم شفاؤهم أكثر من 47 مليونا و134 ألف شخص. ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل في صدارة الدول الأكثر تضرراً من الوباء. بدأت السلطة البريطانية أكبر حملة تطعيمات في تاريخها بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي أنتجته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية. وباتت بريطانيا أول بلد في العالم يطعم سكانه باللقاح الذي أثبتت التجارب السريرية نجاحه بنسبة تزيد على 90%. ويأمل البريطانيون أن تكون حملة التطعيمات هذه بداية النهاية للفيروس الذي شل الحياة في البلاد على نطاق واسع بعد إصابة أكثر من 1,700,000 بريطاني بكوفيد-19. وقال وزير الصحة البريطاني إن الأولوية في التوزيع للقاح ستكون لنزلاء دور المسنين وكبار السن فوق 80 عاما والعاملين في الرعاية الصحية الأكثر عرضة للوباء. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين.
تشييع رسمي وشعبي في المخا للشهيدين الزبيدي والسوطي من المقاومة الوطنية. مدينة الخوخة صفعة للميليشيا ومفتاح تحرير الساحل الغربي الذي أعاقه اتفاق السويد. مصرع عناصر حوثية في نهن بينهم قيادات والميليشيا تواصل الدفع بالمزيد من المغرر بهم. لقاؤنا في 11:30 والنصف على خير في أمان الله.